نعم عبد الرزاق، الجديد هو وصول الوزير الأول عبد الملك سلال إلى عاصمة الثقافة العربية قسنطينة، والذي سيشارك في الافتتاح الرسمي اليوم عبد نعم الرزاق، فعلا. وأيضا تدشين. نعم، إذن الوزير الأول عبد الملك سلال طبعا حلوله اليوم بولاية قسنطينة ليشارك في الافتتاح الرسمي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وأيضا فرصة ليدشن العديد من المرافق التي طبعا أنشئت بقسنطينة تزامنا واحتضانها لتظاهرة قسنطينة الثقافة العربية على غرار قاعة الزينيت، العديد كذلك من المتاحف والمسارح. وأيضا طبعا مشاهدينا الكريم، سلال كذلك سيكون على موعد مع الملحمة التاريخية التي ستبين البعد الحضاري والتاريخي لمدينة الجسور المعلقة. طبعا عبد الملك سلال رفقة وفد وزاري كبير سيكون حاضر، هم حاضرين للتو، وهي صور طبعا نقلناها لكم عبر تلفزيون النهار للحظة وصول الوزير الأول عبد الملك سلال إلى قسنطينة. إذن مشاهدينا الكريم، العديد من المرافق سيقوم الوزير الأول عبد الملك سلال بتدشينها. إذن